مبادرة، مبادرة الحوار ومبادرة حكومة الطوارئ الوطنية وإعلانها، ومبادرة أنه حسم الأمور نحو مسار ديمقراطي ولا تترك الأشياء تتعفن. لأنه إذا سقطت الحكومة، أنا أقول للسيد المنصف، إذا سقطت الحكومة وسقط المجلس التأسيسي، فأنه هو بقاؤه يصبح غير ضروري وغير شرعي، بل يسهل عند الآخرين أن يسقطوه، لأنه اللي ترصدوا له حتى هو كثيرين. يجب أن يفهم هذه اللحظة. ثم أنه تقول لي أنت ما عندوش صلاحيات، الرئيس المرزوقي عنده أكبر الصلاحيات في البلاد، عنده علاقة بالجيش، رئيس قوات مسلحة، عنده علاقة بالدبلوماسية، يعين السفراء يوافق على هذا ولا على هذا، عنده رمز السيادة اللي هو القصر، عنده الحرس الرئاسي، عنده كتلة في البرلمان في المجلس التأسيسي، عنده كتلة في الحكومة، عنده ميزانية خاصة. هل تقول لي ماذا تملك الحكومة الأخرى؟ منصف مرزوقي يملك ثلث الدولة التونسية ومعاه رمزها وشعارها وعلمها. والسيد منصف مرزوقي لا يلعب في دوره اليوم، وأنا أدعوه أن يلعب دوره، وهو قادر وهو ربما مقبول، وهو يقع في منتصف المسافة، أنه هو مقبول لدى اليسار ومقبول لدى ما يسمى باليمين ومقبول لدى النهضويين ومقبول لدى الجميع، ممكن أن يلعب دور، وهذا فسحت له فرصة أنه